اخبار اليوم. اهلا بكم، هنبدا كويستشن 4. كويستشن 4 بيقول لي write the following statements after correcting the underlined words. برضو ناخد بالنا لما يجي في لما يقول لي correct the underlined words ما ينفعش اقعد اكتب اكتر من correction. ده كمان في scientific term ما ينفعش تكتب لي اثنين، ولو كتبت لي اثنين هنعمل ايه؟ هنصحح اول واحده. اول واحده تطلع صح تطلع غلط يبقى هي دي اللي بتتصحح، لكن ما ينفعش تكتب لي اجابتين في الحاجات اللي زي المالتيبل تشويس دي، ما ينفعش فيها اجابتين خالص. الجزئيه دي بتقول لي when the muscle contract the protein filaments are slided by the ionic bond. What about sliding the sliding theory of Huxley? Huxley قال لنا في sliding theory، لكن قال لنا ان الاكتين فيلمنتس ار سلايد ات ذا تو سايدز توورد ذا مايوسين باي ذا ترانسفيرس لينكس. يبقى ما تنفعش ايونيك بوند دي رونج، يبقى الانسر بتاعتها هتبقى ترانسفيرس لينكس ان ذا فورم اوف هوكس ذات فورمد وذ ذا بريسنس اوف ذا كالسيوم ايونز اند ذا اي تي بي. الجزئيه اللي بعدها the transverse process is present in the scapula. That's wrong. But the right of the answer is the vertebra instead of the scapula. ولو مش حاطط scapula وحاطط لي خط تحت transverse link ممكن اقول له the glenoid cavity is located in the scapula. سؤالي بقى، if the number of the autosome MP ovum is 15. ناخد بالنا ده بيسألني عن النمبر اوف كروموسومز. طيب ناخد بالنا كده النمبر اوف كروموسومز هنا ده سؤال ما بيبقاش لوجه الله، يعني سؤال عايز الناس تبقى مركزة وصحية قوي. انت دلوقتي لو ما شفتش الانسر وحبيت تجاوبه 50% هتجاوبه غلط. طب نشوف ليه بقى بتاعته. بيقول لك the number of autosomes. اخد بالي كويس قوي قوي، ده بيقول لي number of autosomes. اخد بالي من دي مهمه قوي، واخد بالي ان هو قال لي بي ودي مهمه كمان، واخد بالي ان هو قال لي ovum. الكلام ده مش كلام يتقري وخلاص، ده كلام تاخد بالك هو بيتقال ازاي. فلما يقول لي number of autosomes in the p ovum is 15. So the number of chromosomes in the drone. The drone is the male of honey pea. ده الميل بتاع الهوني بي اسمه درون. وبعدين كمان عايز ايه؟ In somatic cell. وعايز كروموسوم مش اوتوسومز. الحدوته دي كلها اخد بالي. بيقول لي ميل ولا فيميل ولا somatic cells ولا اوتوسومز ولا كروموسومز ولا سكس كروموسومز. ابقى قاعد صاحي كده مركز. هو بيقول لي ايه؟ انا ما اقعدش يقول لي ده قال لي اوتوسوم وعايز الكروموسوم. لا ده اخد بالي كويس قوي، اخد بالي ان دي اوتوسوم، واخد بالي ان ده بي بلانت، واخد بالي ان الدرون ده از فورمد از ريزلت اوف بارسينوجينسيس، يعني ده هابلويد. واحنا بنتكلم في مين؟ بنتكلم في كوين دي ديبلويد وده هابلويد. طيب لما يقول لي ان الاوتوسومز اللي موجوده في الاوفم 15، يبقى معنى كده ان الجاميت بتاع الهاني بي دي 15 بلس اكس اكس. لو هو عايز الاوفم هنشيل وحده اكسايه من دولة لان الاوفم عندها اكس واحده، يبقى انا هشيل دي وهتبقى 15 بلس اكس. طيب يبقى ده الاوتوسوم وده السكس كروموسوم، يبقى النمبر اوف كروموسوم ان ذا اوفم اوف ذا بي از 16، يبقى الاوفم خلاص هي 16. طب لما اجي اشوف الميل بتاع الهاني بي هو عايز الاوتوسوم ولا السكس كروموسوم ولا السوماتيك سيل ولا السبيرم؟ ده بيقول لحضرتك عايز السوماتيك سيلز. والله السوماتيك سيلز ما تفرقش كتير عندنا. ليه؟ لان هو اصلا هابلويد. يبقى الرقم اللي طالع ده هو النمبر اوف كروموسومز ان ذا سوماتيك سيل. يبقى انا هصلح ال8 دي وهخليها 16 ودي تبقى رايت انسر. وعرفنا جت منين؟ جت من ان ال15 ده اوتوسومز معاها اكس كمان عشان دي اوفم، يبقى دول 16 كروموسومز. يبقى النمبر او يبقى ده الهابلويد ده ال1 ان في الهاني بي. طب ما هو الميل عنده 16 بلس اكس، يبقى خلاص هو ده لان هي اوفم از برودوسد اور ديفلوبد تو برودوس ميل ويزاوت ذا فيرتلايزيشن باي ميل جاميت. طيب يبقى هنا عرفنا 16 دي جت ازاي. اللي بعدها in the case of the complementary genes the dominant individual have two genotypes only.
لما يقول لي complementary genes نعرف ان ال complementary genes دول two phenotypes with nine genotypes. طب لما يبقى two phenotypes و nine genotypes يبقى في واحد dominant وواحد recessive. طب يبقى الدوميننت كام؟ الدوميننت 4. والريسيسيف كام؟ الريسيسيف عنده 5. هو بيسالني على الدوميننت ولا على الريسيسيف؟ بيسالني على الدوميننت. يبقى هغير دي وهتبقى 4 مش هتبقى 2 خالص. ولو سالني على الريسيسيف انديفيدجوال او الريسيسيف كاركتر هتبقى عندها 5 جينوتايبس. السؤال اللي بعده. The structure of the muscle system is the dots. المسكولار سيستم اليونت بتاعته المسل. طب لو قال لي اليونت بتاعه المسل اقول له مسل باندلز او مسل فايبر. طب واليون بتاع المسل فايبر انا بتكلم في المايوفايبريل وبعد كده ندخل في الموتور يونت والحكايه دي كلها. لكن هنا عشان ده سيستم يبقى ده كونسيستنس اوف ماسلز يونت. بعدها بيقول له رايت ذا سايت اند ذا فانكشن اوف ايتش اوف ذا فولوينج. سيرتولي سيلز. سيرتولي سيلز از لوكيتد انسايد ذا سيمينيفرس تيوبولز اوف ذا هيومن تيستيس. طيب السيرتو سيلز السايت بتاعته اخد بالي عايز سايت وعايز فانكشن. طب السايت عرفت ان انسايد ذا دي سيمينيفرس تيوبولز اوف ذا هيومن تيستس. طب الفانكشن بتاعته سيكريت فلويد تو نيورش ذا سبيرمس. نيورش ذا سبيرمس مينز تو فيد ذا سبيرمس انسايد ذا سيمينيفرس تيوبولز. اند اولسو ذا سيرتولي سيلز هاز ان ايميونيزيشن فانكشن. بتتنسي الايميونيزيشن فانكشن دي. طب ايميونيزيشن ليه؟ اصل ده سبيرم خلاص خرج من الجسم ده ماشي لوحده هيروح رحله طويله. الرحله الطويله دي محتاجه فود ومحتاجه بروتكشن. الفود بديله فود وهو جوه السيمينيفرس تيوبولز من السيرتولي سيلز. طب وادي له اميونيتي اجينست ذا انفكشن منين؟ برضه من السيرتولي سيلز. دي سيرتولي سيلز هاف ان اميونيزيشن فانكشن. دي ساتلايت دي ان ايه. دي ان ايه ساتلايت از نون كودون بارتس اوف دي ان ايه. About 10% around the centromere. احنا نعرف ان الكروموسوم consists of two chromatids connected together by centromere. حوالين السنترومير ده في 10% non coding parts احنا بنقول عليها دي ان ايه ساتلايت. طب ولازمتها ايه بقى؟ اما لازمتها خلاص عارفها، مش انا قلت لك انها نون كودون؟ تقول لي النون كودون بقى بروتكت ذا ستراكشر اوف دي ان اي اند ديترماين ذا كودون بارتس اوف دي ان اي از ذا بارتس ذات ريسبونسبل فور ذا فورميشن اوف بروتين اند اولسو ريسبونسبل فور ذا فورميشن اوف ار ان ايز. طيب يبقى عرفنا الساتلايت دي ان اي. وات اباوت ذا نيوسيلس؟ نيوسيلس از ا نيوتريتيف تيشو سراوند ذا اوفيول اور surround the embryo sac. طب الفانكشن بتاعته برضو قلنا الفانكشن احنا قلنا هو nutritive tissue to feed the embryo sac. اوكي. طب لو انا عايز كام ان؟ كام ان ده بديهي ده 2 ان لان ده new cells. جزئيه سي من question 4 بتقول لي explain the following on genetic basis. How can you determine the genotype of tall stem pea plant without using short one? انا عندي تول بلانت وبيقول لك عايز اعرف الجينوتايب من غير ما اعمل له استعمل شورت 1. العادي ان انت بتقول لي اعمل تيست كروس باي يوزنج ريسيسيف انديفيديوال بيكوز ريسيسيف انديفيديوال بيور وتبدا لي تعمل لي كروس. مش عايزين الكلام ده خالص. هو بيقول لحضرتك ويزاوت يوزنج شورت 1. طب ويزاوت يوزنج شورت 1 يعني نعمل ايه؟ هو التول ده حاجه من اتنين، يا اما تي كابيتال تي كابيتال او تي كابيتال تي سمول. طب انا اعمل ايه علشان اقدر اعرف اذا كان بيور ولا امبيور؟ اعمل له سيلف بولينيشن. لو هو تي كابيتال تي كابيتال يعني هوموزايجوس يعني بيور هيدين 100% تول. طب لو هو امبيور اعمل تي كابيتال تي كابيتال تي سمول مع تي كابيتال تي سمول هيطلع العادي الريشيو 3 تو 1. ال 1 هنا هيبقى ريسيسيف. يبقى والله اعمل له سيلف بولينيشن اف ذا اف 100% دوميننت ذات مينز ذا انديفيديوال از بيور. If the ratio is 3 to 1 recessive, that means the individual is impure. وتنتهي الحكايه دي مساله سهله. الجزئيه الثانيه بيقول لي man with normal blood but his father both infected with hemophilia. لما يقول لي hemophilia يقول لي muscles atrophy يقول لي eye color of drosophila fly يقول لي color blindness in human beings. الاربعه دول اسمهم 6 linked character. يبقى من غير ما انا افكر في اي حاجه اجي اقول له الميل هعمله اكس واي والفيميل هتبقى اكس اكس وهعمل بينهم كروس كده وهقول ان دول البيرنتس.
طب لما بيقول لي ايه؟ بيقول لي مان ويز نورمال بلاد. اكتب له نورمال بلاد يعني اتش كابيتال. تقول لي لا خد بالك ده بيقول لحضرتك ان هيز فاذر واز انفكتد ويز هيموفيليا. ولا اعرفه يعني ايه ولا اعرفه. اصل الميل ده المان ده ما بياخدش من الفاذر الاكس عليها اللي عليها، هو اخد الواي ده من الفاذر. طب امال قال لي ليه ان الفاذر انفكتد ويز هيموفيليا؟ عشان اعرف حضرتك فاهم ولا بتكتب اي كلام. فاهم، هتقول ان ده سكس لينكد كاركتر. سكس لينكد كاركتر الولد اخد من الاب الواي بس ما خدش الاكس، يبقى ماليش دعوه بحكايه انفكتد دي. مارد هيلسي وومن. هيلسي وومن هنا ممكن تبقى اتش كابيتال اتش كابيتال او اتش كابيتال اتش سمول، يعني في اتش كابيتال موجوده هنا. طب انا عايز اشوف وومن with no history of the disease in her family. ده ما عندهمش الحكايه بتاعه الهيموفيليا في الفاميلي كلها. معناها ايه؟ معناها ان دي اتش كابيتال. طيب هبدا بقى اعمل جاميتس واف 1 هيطلع لي كام انفكتد؟ ولا في انفكتد ولا في هيموفيليا ولا في الحدوته دي كلها. هيطلع لي كل الاكس اللي طالع اتش كابيتال، والاكسين هنا عندهم اتش كابيتال، مفيش اتش سمول، مفيش هيموفيليا. طب ودي مساله ايه؟ ده مساله عايز اقول لك انت فاهم ان دي سكس لينكد كاركتر ولا لا؟ فاهم ان الميل اوبتين ذا واي كروموسوم نوت ذا اكس كروموسوم فروم ذا فادر ولا لا؟ فاهم ان ممكن تطلع لك مساله ما فيهاش اتش سمول خالص وتمشي عادي ما فيهاش مشكله. اوكي؟ دي كان اخر جزء معانا في كويستشن 4. شكرا.